Hello English for Secondary Schools Year 3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث الثانوي مرحبا بكم. ده فيديو جديد من فيديوهات المراجعة النهائية اللي موجودة على أبليكيشن الإنجليزية للثانوية العامة. بصوا يا شباب، احنا طبعا الفيديو ده احنا منزلينه على جروب الواتس وعلى الأبليكيشن، يعني موجود عندك على حاجتين. زي ما قلنا إن احنا شغالين مراجعة نهائية دلوقتي. انا دلوقتي بنزل لك المنهج كله مشروح بطريقه مختصره، اهم افكار الجرامر، النوفل، الستوري بشرحها وبحلها معاك، بنتدرب على كل حاجه. بس انا مركز اكتر على جروب الواتس على حاجتين، على الاسئله اللي هي السكيلز، المهارات اللي انت ازاي تحل محادثات كتير، تحل كومبرهنشن قطع كتير، لازم تكتب باراجرافز كتير، لازم تكتب باراجرافات كتير يا سنه ثالثه. كلمة إن أنا أول مرة أكتب باراجراف دي مش عايز أسمعها. ما ينفعش طالب ثانوية عامة يخش امتحان ثالثة ثانوي وهو على الأقل ما كتبش مثلا 10 15 باراجراف، وتتعلم إزاي تكتب الباراجراف وإزاي تجمع وإزاي تقفله. ما تسيبش نفسك ليلة الامتحان هتتصدم. هتلاقي نفسك في اللجنة داخل وأنت أصلا ناقص درجات. يبقى لازم أتعلم إزاي أكتب باراجراف. فأنا بقول تاني أهو، أنا مبسوط جدا من التفاعل، الناس شغالة على الواتس الحمد لله كويس جدا. المجموعة الجروب كله معانا على الواتس، كله بيبعت واجب باراجراف وبيتعلم بياخد الدرجة، وبحس ان مستواكم بيتحسن. تاني باراجراف، باراجراف بعدين. عايز الفترة الجاية اركز معاك، هديك زي ما قلت لك كل اسبوع باراجرافين تكتبهم لي، كل يومين ثلاثة او هكتب لك 8 محادثات واجب، يوم يوم لا قطعة واجب، لازم اظبط لك الدنيا كويس جدا. وانا في تركيزي على الاسئلة دي عايز اشتغل معاك، اركز على امتحانات الورك بوك اللي هم ال 12 امتحان، والامتحانين بتوع النموذج الوزاره التجريبي. ال 14 امتحان دول هو ده المعدل اللي احنا عايزين نخلصه ان شاء الله. عايزين يا جماعه نظبط نفسنا، ان انا عندي فيه 28 باراجراف فيهم، عندي 14 قطعه، عندي 14 محادثه. لازم تظبط نفسك لان هي دي ان شاء الله متوقع حاجه تيجي منهم في الامتحان. فالنهارده في باراجراف موجود فيه اللي انتوا كنتوا واخدينه واجب الاسبوع ده، الواجب اللي كنا واخدينه في الجروب الواتس الاسبوع ده، اللي هو الباراجراف بتاع ذا بينيفيتس اوف ليرنينج فورين لانجويجز، فوائد تعلم اللغات الاجنبيه. زي ما قلت لك الباراجراف عايزك تتعامل معاه بذكاء. انا مش عايز اهلك وقت كتير في اللجنه واضيع مجهود كتير، لان في اسئله ثانيه محتاجه تركيز. انا عايزك تخش عارف هتعمل ايه في الباراجراف، تقفله وتاخد الدرجه دي ان شاء الله. زي ما قلت لك مش عايزك تلجا للجمل المحفوظه، انسى الاسلوب ده. هتلجا له لو زنقت بعد اربع خمس جمل، هتبدا تلجا للكلام ده، انما عايزك اول ما تخش ان شاء الله معاك قلم رصاص، وهتجيلي في اخر صفحه في البوكلت بتاعك، هتعمل لي يا مستر، هتعمل لي بسرعه كده 10 افكار. 10 افكار بالعربي على موضوع ده. ما اسمعش كلمة أصل أنا ما عنديش أفكار، يبقى أنا بستسهل. أصل أنا ما بعرفش أجيب أفكار بالعربي، أنت هتحل إزاي؟ جو الاستسهال ده مش هيخليك تاكل عيش في الامتحان الثانوية عامة. خليك قد اتعب عشان ربنا يكرمك، ابذل مجهود. ما فيش حاجة اسمها في ثالثة ثانوي ما بعرفش أجيب أفكار. بص للموضوع، فوائد تعلم اللغات الأجنبية. وخلي بالك إن ده موجود في الورك بوك، يعني ده فكر لازم تخلي، لازم تعرف هتيجي إزاي. يبقى انا لو انا راجل في المتوسط كده هكتب اقول ايه؟ هقول والله ان اللغات الاجنبيه او ان تعلم اللغات الاجنبيه بالعربي كده، ماله تعلم اللغات الاجنبيه؟ اصبح شيء هام جدا في حياتنا. تمام، مقدمه جميله جدا لميت فيها الموضوع. يجب علينا تعلم اللغات الأجنبية لأسباب عديدة. نحتاج اللغات الأجنبية لكي نستخدم الإنترنت. نحتاج إلى تعلم اللغات الأجنبية لكي نتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم. أنا مش جايب جمل صعبة، أنا جايب جمل طالب متوسط.
انا في الباراجراف لما بعلمك ازاي تكتب باراجراف بشتغل معاك على مستوى الطالب المتوسط، ازاي اوصله هو يقفل الباراجراف. بس لاعب مركز معايا. هنكتب نقول مثلا يحتاج الاطباء او يجب على الاطباء ان يتعلموا لغات أجنبية للحصول على أحدث أو آخر التطورات في الطب مثلا. المهندسين يجب على المهندسين تعلم اللغات الأجنبية لكي يستخدموا الأجهزة الحديثة. يجب أن يشجع الآباء أبنائهم على تعلم اللغات الأجنبية. يجب تدريس اللغات الأجنبية في المدارس. ده بص يا جماعة، أنا ما كملتش 5 دقايق ولا كنت محضر ولا أنا جات لي، وأنا دلوقتي بص أبص كده، هو لازم الآباء يشجعوا أولادهم، يجب على الحكومة تشجيع أو مثلا تدريس اللغات في المدارس الحكومية. يجب ان احنا نستخدم او نحتاج تعلم اللغات، نستخدم الانترنت. يجب ان الصحابة الحاجات بتاعتنا المحفوظة نجيبها في الاخر، يعني الجمل المحفوظة بتاعتنا اللي هنكمل بيها الباراجراف. انما هبدأ اول 4 جمل دول لازم يبقى اسلوبي، لازم ابين للراجل اللي بيعلم لا يا عم انا اللي كاتب، وبعد كده هنخش في المحفوظ تقفل الباراجراف. يبقى انا همشي بقى، انا كده عملت الافكار بالعربي بقلم رصاص، هنسى الكلام ده في الاخر بس اضمن الباراجراف بتاعي. مفيش جملة زادت عن سطر، مفيش جملة فيها كلمة معقدة أنا مش عارفها، خليك في الكلمات البسيطة. زمن الجملة إيه؟ ماليش واحدة مضارع واللي جنبها ماضي، موضوع عام يا سنة تالتة، يبقى حاجة كلها مضارع بسيط. نبدأ يا ابني نتكلم بقى الباراجراف بتاعنا، كلنا عارفين الأساسيات. لازم أجي كده في أول حتة أسيب له كده مسافة كلمة، أبين له إن إحنا فاهمين. تعلم اللغات الأجنبية أصبح شيء هام في حياتنا. learning foreign languages، تعلم اللغات الأجنبية ماله has become، أصبح مضارع تام has become، لأن أنا بتكلم عن التعلم مفرد. an important thing، شيء هام in اور لايف في حياتنا. وادي يا ابني الفول ستوب بتاعتي الجميله اهي. يبقى انت دلوقتي راجل في ثانويه عامه، بص الدنيا ماشيه ازاي، بص مسافه كلمه فاضيه اهي، كابيتال بص الكابيتال باينه ازاي. مستر اصل انا خدت وحش، ماشي بس انا سايب بص اهو كل كلمه لوحدها، ما تلزقليش الكلمات في بعض وتقول اصل انا خدت وحش. لا حتى يا عم خدتك كويس بس سيب مسافتها عشان يبقى عارف ان دي كلمه ودي كلمه. زمن الجملة الظبط مضارع تام لأن حاجة موجودة ولسه بتحصل. يبقى learning foreign languages has become an important thing in our life. يجب علينا تعلم اللغات الأجنبية لأسباب عديدة. بص كده we باينة ازاي؟ we should أو we need، نحتاج to learn foreign languages، لغات أجنبية. فور عشان many reasons، اسباب عديده. وبعد كده حط الفول ستوب، لازم كده بص باينه كده. نحتاج تعلم اللغات الاجنبيه لكي نستخدم الانترنت. دي بقى من الحاجات الصغيره، احنا محتاجين وي نيد تو ليرن زب، بدل ما اكرر الكلمه تو يوز ذا انترنت. هنا بقى يبان الشغل بتاعي، الحاجات الثابته بتاعتنا الحلوه دي. ان فاكت في الحقيقه we can say that، اي بص كل ده لسه ما كانش الجمله وعايز 120 كلمه. in fact we can say that we need to learn them. them دي عايده على اللغات الاجنبيه. to use the internet، عشان نستخدم الانترنت. وحط لي يا ابني الفول ستوب بتاعتك اهي. طيب نحتاج الى تعلم اللغات الاجنبيه لكي نتواصل. يبقى نكتب بقى الجمال بتاعنا اهو from، انا عايز ازود الكلام، my point of view، من وجهه نظري. بتزود لي؟ اه بتزود طبعا، حط كومه بعدها. we need
ذم احنا بنحتاجينهم. انا عايز اقفل الباراجراف. We need them to communicate with people from all over the world او all over the world في جميع انحاء العالم. حط لي الفول ستوب كده. طيب يجب على الاطباء، يبقى هنا يا جماعه هبدا بدكتورز الدكاتره، مالهم الدكاتره؟ شد يجب لير يتعلموا فورين لانجويجز لغات اجنبيه. ليه لازم يتعلموا لغات اجنبيه مستر تو؟ عشان جيت يحصلوا على ذا ليتست احدث او ذا لاست ليتست ليتست ديفلوبمنت احدث تطورات ديفلوبمنتس احدث التطورات الميديسن في الطب. شوف انا بعمل ايه؟ انا مش عايز اجيب لك باراجراف بقى واكتب لك لغه معقده واكتب لك، اصل انت عشان انت مدرس بتكتب باراجراف. لا انا بقف لما اجي اشرح لك باراجراف انا بتعامل كاني طالب ثانويه عامه وعايز اخش الامتحان اقفل اجيب الدرجه. ما بستخدمش ولا كلمه معقده، ما بجيبش الجمله، بجيب لك ابسط حاجه ازاي تقفل الباراجراف. انا عايز اقول تاني يا جماعه، جروب الواتس ده معمول ليه؟ عشان في الاخر نجيب الدرجه اللي هي في الانجليزي ان شاء الله. فالناس المشتركين معانا، احنا قلنا دلوقتي فكره جروب الواتس دي، انا رمضان داخل عليا هنزل بقى الدرس في مركز وانزل في الصيام والرصايف واضيع وقت مواصلات وزحمه ومش هستفاد. هكتب باراجراف هديه للمستر يعلمولي، مش فاضي زحمه. يبقى انا كده بعمل ايه؟ وانا مراجعتي عامله ازاي؟ انما احنا مظبطين لك الدنيا، عاملين لك حاجتين، الجرامر وشرح. جرامر وشرح موجود فين يا ابني؟ الجرامر وشرح على الابلكيشن. اسمع شرح بتاعك واسمع الجرامر مره واثنين والقصه مره واثنين. جروب واتس الناس المشتركه معانا بنعمل بقى في جروب الواتس، تعالى يا ابني بالراحه النهارده في باراجراف اكتبوا لي واجب، ده خدناه واجب والناس بعتت ادينا درجات. طب يا ابني في 8 محادثات حلهم لي الاسبوع ده. طب في قطع جت في امتحان تجريبي حلها وشوف اجابتك جابت كام. فلو التزمت معايا بالبرنامج ده وركزت يا سنه ثالثه في كل كلمه بتتقال ان شاء الله هتوصل للدرجه النهائيه. كلمه الناس مع الواحد اصلا ما اعرفش اكتب باراجراف دي لازم تنتهي. كلمه اصلا اول مره اكتب باراجراف لازم تنتهي. لازم يا ابني تكتب باراجراف، حتى الناس مش مشتركه معانا في الجروب يا جماعه. روح للمدرس بتاعك تاخد معاه درس قول له مستر علمني باراجراف، اديني درجه مره واثنين عشان ابقى كويس. لازم تعرف تكتب باراجراف. فتاني الباراجراف ده احنا واخدينه واجب الاسبوع ده على جروب الواتس والناس بعتته. بس انا بحب بعد ما انت تبعت واديك درجه اقول لك المفروض تشتغل ازاي عشان تقفل. زي ما قلت لك احنا شغالين لغايه دلوقتي، بص الجمله كابيتال فول ستوب كابيتال فول ستوب، يبقى احنا ظابطين الدنيا. في كلمات محفوظه عندنا اللي هي بالاسود دي بنكتبها في اي موضوع عشان اضمن ان انا ان شاء الله اوصل لل 120 كلمه. بخلص الجمل بتاعتي. هنا بيقول لك يجب على المهندسين ان يتعلموا اللغات لكي يستخدموا الاجهزه الحديثه. يبقى اقول له والله نو وان، بزود بقى الحاجات اللي بتزود معايا. نو وان كان ديناي ذات، لا احد يمكن ان ينكر باني. انجينيرز المهندسين، مالهم المهندسين يا سنه ثالثه؟ شد او نيد محتاجين لير يتعلموا فورين لانجوجز، تعلم لغات اجنبيه. ليه؟ ليه احتاجوها ليه يا ابني فورين لانجوجز، تعلم اللغات الاجنبيه؟ تو عشان يوز يستخدموا ذا مودرن ماشينز، الالات الحديثه. حط يلا يا ابني فول ستوب ونكمل مع بعض، عايزين نوصل 120 كلمه. الاباء يبقى بيرنتس مالهم؟ شد يجب، ما تنساش كلمه انكارج يشجعوا زير سانز ولادهم تو ليرن يتعلموا فورين لانجويجز لغات اجنبيه. هنا بقى نرجع للناس الضعيفه المتوسطه اللي هو عيني دماغه وقفت على خمس ست افكار وايه وخلاص يا مستر جبت اخر خلاص يا عم انت كده عملت اللي عليك.
خش بقى الحاجات المحفوظه. ايه بقى الحاجات المحفوظه؟ ان زابرس الصحافه شد يجب ملا الصحافه سبوت لايت تلقي الضوء اون على ايه؟ اون ذا امبورتنس على اهميه اوف بتاعه. واكتب اسم الموضوع ليرنينج فورين لانجويجز. عندك حاجه كده يقول لك مثال الحاجات المحفوظه بتاعتنا، يجي يقول لك مثلا ايه؟ ان ماي اوبينيون، في رايي، حط كوما، ليرنينج فورين لانجويجز، تعلم اللغات الاجنبيه. ماله تعلم اللغات الاجنبيه يا ابني؟ هاز يعني ليه الوت اوف، كثير من advantages يعني مزايا. اختم بيها، حط يا جماعه كده. عايز تكتب الخاتمه مش محبوبه يعني، خليك قافل كده عشان خاطر اللي برضه لو جاب اللي بيعلم اول الباراجراف واخره يلاقي اسلوبك الموضوع. يبقى انا عايز دلوقتي كل اللي موجود يا جماعه يتفرج على الفيديو ده، لازم تستفاد ان شاء الله يا جماعه، ربنا يكرمك كده تبذل مجهود هتستفاد وتبقى كويس. يبقى كتابه الباراجراف مع بتقوي عندك الترجمة، بتقوي عندك المحادثة، بتخليك تعرف تعمل جملة كويسة في الامتحان. على جروب الواتس احنا مركزين ان شاء الله الفترة اللي جاية في 8 محادثات واجب، في قطع، في باراجرافات واجب عشان تبقى كلمات ترجمة عشان ربنا يكرمك. الناس طبعا يا جماعة ربنا يكرمها، الناس عارفة النظام، الناس اللي هي مشتركة على الابلكيشن، الابلكيشن موجود على جوجل بلاي، بتكتب الانجليزية للثانوية العامة وهتلاقي لينك الابلكيشن موجود تحت الفيديو ده لو حد عايز يحمل الابلكيشن. لو حد عايز يشترك معانا في جروب الواتس زي ما قلنا، بتبعت على الواتس على كلمه دريم ريفيجن، بتبعت يا جماعه الكلمه دي اللي هي دريم ريفيجن، كلمه دريم ريفيجن بتبعتها على الواتس على الرقم بتاعنا اللي احنا شايلين عليه. زي ما قلت لك الفكره من الجروب اللي هو 0 كده 100 627-8474، ده بتبعت الكلمة دي على الواتس عشان تشترك في الجروب. الفكرة يا شباب الفترة اللي جاية مش عايزك تنزل في رمضان وضياع الوقت وتبقى يعني تعبان وضيع منك وقت تبقى مرهق، لا أنا عايزك تقعد كده بالراحة وتظبط نفسك وتحل واجباتك وربنا يكرمك إن شاء الله. وزي ما قلت لك الجروب ده معاكم لغاية ليلة الامتحان، يعني إن شاء الله حتى ليلة الامتحان بالليل لغاية وأنت رايح الصبح، اللي عنده سؤال اللي عنده حاجه هنبقى احنا شغالين معاه. فيارب تكونوا يا جماعه استفدتوا ورب يكرمكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.